الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين. أي عمل بنبدأ به بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه شجرة البشملة. شجرة البشملة دي شاريها من الإيه، من المشتل، جاهزة كده بالكيس بتاعها. فإحنا دلوقتي هننقلها إن شاء الله بإذن الله إيه في بستلة. حاليا بنجيب البستلة ديت وفرمناها من الأسفل عشان عملية الصرف، وبعد كده بنجيب مقص او سكينة او قطر ونقص الايه الكيس اللي هو محطوطة فيه شجرة البشملة. نقص، نخلي طبعا بالنا من الايه، من عملية الجدر. قصينا الشجرة كده، نضفناها من اللي فيها. هذه هي شجرة البشملة. بسم الله ما شاء الله. نخلي بالنا من الصلاية واحنا من ايه بنرفعها. الجذور بتاعها الحمد لله شغالة اهي. الجذور بتاعها بسم الله ما شاء الله، يعني مالية الصلاية بتاعتها. بنجيبها احنا ونملاها بقى ونحطها في البستلة بتاعتها كده. نظبط لها مكانها وبعدين ننقل نحطها في الايه، في البستله اللي احنا هننقلها فيها، ونملى الفراغات بقى اللي بينها، الفراغات اللي هي ايه فاضيه ديت، بنملاها من ايه بالتربه. ورجعنا لكم تاني بعد ما نقلناها في البستله. البستله طبعا مخرمه من تحت زي ما قلنا عشان عمليه الصرف، وبعد كده بنقوم بعمليه الري بتاعها. بنرويها بقى ريه مشبعه، اول ريه دي بتبقى ريه مشبعه. واخيرا لا تنسوا ان تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.